حركات مواجهة جائحة كورونا وفي ظل ازدياد عدد الإصابات بما لا يطاق على مستوى الاحتياجات اللازمة لوزارة الصحة، تحاول حكومة الاحتلال ابتزاز أبناء شعبنا في هذه المساعدات الإغاثية، فقد جاءت هذه المساعدة الإماراتية كحالة إنقاذ كبير تشكل جسرا نضاليا بين غزة والإمارات العربية المتحدة، التي نتقدم لها بجزيل الشكر والامتنان إليها وإلى كافة شيوخها على هذا الدعم والإسناد الكبير لشعبنا الفلسطيني، وهو الإسناد والدعم المتواصل والمعهود عن دولة الإمارات العربية الشقيقة. نقف اليوم ونحن ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية في لجنة التكافل، اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، وكذلك نواب من المجلس التشريعي ومن كتلة فتح البرلمانية، لنتفضل في استقبال هذه القافلة على بركة الله. طبعا أخونا الأستاذ أشرف جمعة من لجنة التكافل عضو المجلس التشريعي ليتحدث طبعا عن هذه المساعدة الآتية من دولة الإمارات التي نكن لها طبعا كل التقدير والاحترام. شكرا أخي.